بسم الله وبه نستعين. حديقة فريليو أو الحديقة الوطنية في البوسنة في سراييفو، هذه هي. نبدأ جولة في هذه الحديقة الجميلة الرائعة. بسم الله توكلنا على الله. ما شاء الله تبارك الله، هنا منبع نهر البوسنة من هذه الحديقة. الحديقة كلها أنهار وأشجار وطبيعة خلابة، وفيها جلسات وكوفيهات ومطلات رائعة جدا. شوف كيف، يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي، اللهم بارك. من كل مكان الأنهار. حديقة كبيرة، أكبر وأجمل حديقة في البوسنة. وهنا بدأنا نقرب من منبع النهر، ما شاء الله تبارك الله. الناس تجلس على حافة النهر وتجيب قهوتك، تجيب شهيك، تجيب أغراضك، وعليك بالعافية. ما شاء الله تبارك الله. شو كيف؟ ما شاء الله، الجمال من كل مكان. الجمال في الحديقة من كل مكان. يا سلام، شوف كيف، شوف كيف، شيء شيء شيء. الملك لله، نسأل الله الجنة. ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام، سلم. هذا الشغل العدل، هذا الشغل العدل. شوف كيف الطبيعة والأشجار تحف المكان، طبيعة خلابة، خضار 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 شديد. الآن الصورة هذه طبيعية، لا فلتر ولا يحزنون. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، الأنهار من كل مكان، يمين يسار، نهر في نهر. شوف، الله 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 على الجمال والروعة. حقيقة الحديقة تفوز تفوز. ما شاء الله تبارك الله، الله الله الله. شوف هناك بط كمان، يا سلام، ايه الروعة ده. ما شاء الله تبارك الله. حديقة جميلة رائعة بما تعني هذه الكلمة. ما شاء الله تبارك الله. شوف هناك فيها في محلات وفي بزارات و... ما شاء الله، الصلاة على النبي. وهنا مسطحات خضراء ممتدة. طيب نروح عند البزارات يا طويل العمر والسلامة. هذه بزارات عبارة عن تحف وهدايا واكسسوارات وألعاب أطفال وقبابيع، وسووا لك هذا الفشار، موية وعصيرات. ما شاء الله تبارك الله. هذه ما شاء الله، هذا كباب، كباب بوسنوي. يا سلام، هلا هلا هلا، السلام عليكم. وش عليكم السلام؟ مين يا سلام، فين؟ طيب سيمرك. ايوه فين سيمرك؟ ها ايوه، ما شاء الله تبارك الله. هذا هاو ماتش؟ سيفن.
يا مارك تنكراز فين كومل يا نادر ونادر سيفن مارك حبتين سعر مناسب ممتاز لو ما تغدينا كان اخذنا من عندكم هل يرتك هل يلو هلو يلا شكرا 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 هذا النهر هنا ما شاء الله والحديقة ممتدة ما شاء الله ممتدة ما شاء الله تبارك الله والله جميلة حقة السرخاء واستجمام وراحة وتروق المانجا شوف يا سلام ما شاء الله الصلاة على النبي طبيعة في طبيعة وجمال في جمال وهنا مطعم كوفي شوب شوف وهنا جزء من فرع صغير من النهر ما شاء الله موزعين الأنهار بعناية هنا جلسات جميلة مطلة على النهر مباشرة شوف كيف يا سلام هذا الشغل العدل والله احنا بنحاول ما نصور احد ما نصور الناس لكن بعض الصور تجي غصبا عنك شوف كيف الله 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 شوف المنظر هنا كيف شيء ودك تتكي هنا ولا تقوم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله وهنا ألعاب أطفال مراجيح وزحاليط وألعاب حركية كمان ألعاب حركية ما شاء الله تبارك الله وهنا المكان مليء بالناس أبد النهر في كل الحديقة من كل مكان في الحديقة يمشي النهر ما شاء الله تبارك الله
الله الله الله. جاتنا هذه البحيرة في الحديقة، وهناك البط يسبح ويلعب ويمشي متونس في الجمال والطبيعة والأجواء الخلابة. يا سلام، والله جمال لا يعلى عليه. شوف كيف، يا سلام يا سلام، الأشجار منعكسة في الماء معطية كمان منظر رائع. وهذا البط في ناس يجيب معها خبز وتأكل وتأكل البط. ما شاء الله تبارك الله، هذه بطة كبيرة. شوف هذا الفرع من النهر كيف، الله الله على الخضار والجمال. ما شاء الله تبارك الله، الماء صافي صافي. نجرب، ما شاء الله بارد، ما شاء الله عذب عذب حلو جدا مثل السكر. اي والله شوف كيف عذب جدا. الله 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 على الجمال والروعة. ولا ودك تخرج من هذه الحديقة. وهذا كباس مويته تأتي من النهر مباشرة، بارد جدا وماء حلو عذب ورائع. شوف كيف، يا سلام ما شاء الله تبارك الله، حتى المويه تطلع شكلها كأنها سفنب، يبدو فيها يعني فوائد وفيتامينات ومعادن. المويه جدا رائعه جميله حلوه عذبه. وهذا النهر وهذه الحديقه ما شاء الله تبارك الله رائعه جدا. شوف شوف كيف الكاس من ماء النهر مباشرة تشرب مباشرة، والله جميل رائع ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي، اللهم بارك. جمال وروعة الحديقة يدهشك من كل مكان، تتعجب من هذا الجمال العجيب الخلاب، ولا تملك إلا أن تقول سبحان الله. هنا لعل أنواع بعض الطيور الموجودة، ما شاء الله تبارك الله. حديقة في غاية الجمال. أمسينا وأمس الملك لله. طبعا المغرب هنا عندهم مرة يتأخر، يأذن 8:10 والعشاء الساعة 10 في المساء، والصبح يأذن بدري الساعة 2:40 الصبح.